اليوم في ماينكرافت اشتريت هاي السيارة مال الديرت مال الفقراء، ولكن كان صديقي أوغا كانت عنده السيارة الأسطورية مال الدايموند، وهمنا صديقنا الثالث اللي اسمه جعفر كان عنده هاي السيارة العملاقة الأسطورية مال الإميرالد. لكن الصدمة كانت داخل كل سيارة مخبأ سري، فإذا تردون تعرفون شنو موجود داخل كل مخبأ سري من هذين ثلاث سيارات ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات وتابعوا هذا المقطع حتى النهاية. اليوم في ماينكرافت لقيت وراي هذني السيارات الأسطوريات اللي أول مرة أشوفها أنا بحياتي بماينكرافت. أو ماي جاد شباب، شوفوا هاي السيارة الغريبة العجيبة مال الإميرالد. يا أخي شنو هاي؟ هاي سيارة لو طائرة لو قارب لو شنو بالضبط هاي شباب؟ أو شوفوا الجناح مال السيارة والله رهيب. عشان تتوقعون موجود داخله؟ والله العظيم ما أدري، ما أدري عملاقة مرة شباب يمين بالله. أوكي هنا عندنا هاي السيارة همينة مال الدايموند. والله جميلة هاي السيارة مال الدايموند شباب. أو بيها مخبأ سري يمين بالله، والله هاي موجود بيها مخبأ سري هاي السيارة مال الإميرالد لو لا. ثواني، أي والله صحيح شباب هنا، دقيقة خلي أشوفكم. شوفوا هاي شو تشوفون هنا موجود بيها مخبأ سري هاي السيارة والله. أوكي حلو، ولكن الصراحة أنا نفسي تكون عندي سيارة من هذني السيارات. أوكي خلي نشوف هاي. هاي شنو هاي السيارة شباب؟ لا هاي سيارة مال ديرت كمان. أو ماي جاد شباب هاي شنو حد؟ حتى هاي السيارة بيها مخبأ سري. أو ماي جاد اكو هوبر. أوه للبيع شباب، هاي سيارة للبيع مال الديرت مقابل 1 دايموند، حبة دايموند وحدة. والله رخيصة شباب. أوكي خلي نجيب لنا الكرافتنج تيبل. أنا عندي حبة دايموند ولكن مشكلتها هاي حبة الدايموند غير مكسورة، فخلي افتح لي الكرافتنج تيبل واسوي لي استكات واصنع لي بكاكس بهاي الطريقه، فصارت عندي بكاكس. فراح نجيب لنا حبه الدايموند. الله هسه نشمرها ومبروك علينا شباب. ان شاء الله الشغلات اللي راح نلاقيها داخل هاي السياره تكون حلوه. اوكي خلي اكسر لي هاي الكرافتنج تيبل وبعدين ندخل على طول ونشوف شنو موجود داخل المخبأ السري مال هاي السياره، والله يستر من الشغلات اللي موجوده. انا والله العظيم جدا متحمس شباب. اوكي خلينا ننزل لجوا ونشوف شنو موجود. اوكي نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا عيال. اوكي هاي شنو هاي؟ المسافة مرة بعيدة يمين بالله. اوكي خلي نشوف. طبعا اللي ما يدري شباب الله يعطيهم العافية، المتابعين هم اللي صمموا لنا هاي الشغلات، فالشغلات اللي موجودة جوا ما اعرف الصراحة شنو موجودات بالضبط شباب. اوكي خلينا نشوف. اوه هلا والله بالعيال. اوكي عندنا صندوق 2 3 4. شنو اي ليش مخلين لي كبوة بهنانة؟ مشتري بحبة دايموند ترى مو بحبة ايرون. اوكي خلينا نفتح. اوه فاضي. اوه ليتس جو. حلو 11 حبة خبز و12 سترينج او خيط من العنكبوت. اوكي عندنا شنو هذولا؟ اوه هذولا مال ما ادري شنو اسمين. شنو الصوت؟ لا شباب هذا الصوت. شنو هاي؟ صوت ابد ما عجبني. خلي نجرب الصوت الثاني نشوف شنو هو. اي هذا حلو شباب، هذا جدا اسطوري، فخلينا نرجع هنا. شنو هاي؟ انا ايش بيها شباب؟ ايش بيها عايش بهذا المكان؟ لا كمان شباب، يعني اكو ناس عندهم سياره من الدايموند واكو شخص ثاني عنده سياره من الاميرالد، وانا عايشه هنا زي الابله وزي الفقير هنا. والله ما ارضاني هيك. خلي اروح احاول اشتري لي باي طريقه السياره مال الدايموند ونشوف شنو موجود داخل المخبأ مالته السري. طبعا هاي لقينا بيها شغلتين اسطوريتين والاصوات ما ادري شنو. هاي سلام عليكم يا صاحب سياره الدايموند. هاي يا ولع. هاي تسمعني؟ افتح لي الباب. ترى منو سهل علي؟ ياني اطلع يا ورع. هاي اوه يا ويلي، ما تخلون واحد ينام، شو تريد؟ افتح لي باب خليه يدخل يمك. هاي السياره مالك. نعم منو انت؟ اطلع. الله والله سياره اسطوريه يا اخي. واو منا هاي سيارتي دايموند الغني هاي، اطلع منها انا يلا باسرع وقت. ما شاء الله والله سيارتك مره اسطوريه حتى. هاي لا اطلع ممنوع. اطلع يا جبان. ليش يلا ليش خليني يعني صديقك، اريد اشوف شنو موجود داخل المخبأ. ارجو اولا ثواني أرجو. اولا انت ما عندك سياره فما راح اخليك تدخل هنا. لا عندي سياره يا اخي. شبي مستحيل. اتحداك تشوفني سيارتك. تعال يلا وين؟ تعال شوف سيارتي. تعال اشوفك. وين يلا. لا مو هنا مو هاي، حبيت اخدعك. والله صدمت اوني. اوكي اخدعك. لا خلي تعال، هاي سيارتي. تراه سيارتي الديرت الاسطوريه، شنو رايك بها؟ شنو هاي؟ لحظه خلينا نشوف كم سعرها. لحظه للبيع مقابل واحد. شنو هاي السيارة؟ اشتريتها اني اشتريتها. اي حلوة سيارتي هاي الاسطورية.
طيب أريد أتأكد إنه المخبأ مال السيارة مالتك أسطوري، إذا كان أسطوري أوعدك راح أخليك تشوف شنو موجود داخل المخبأ مالتي، وإذا مخبأك فاشل يا أخي المخبأ مالتي كله ديرت وجوه بي ثلاث صناديق، فقط صندوق بي الخبز وهذا إني الخيوط مال العنكبوت والماي وبس، هذول الشغلات اللي عندي. روح من يصير عندك دايمود وتصير غني عد تعال. اي تعال تعال شنو احترم نفسك يا اخي، مو يعني لان انت غني يعني هيجي تطردني يا اخي، احترم نفسك لك. طبعا لو انت كنت اغنى، لو انت كنت اغنى من عندي كان ايضا تطردني. اصلا يلا انقلع. اصلا السياره مال الاميرالد احسن من السياره مالتك بمليون مره يا اخي، ايش بيك انت شايف حالك؟ اصلا سياره الدايمود مالتي احسن من سيارتك بتريليون مره، انت مقهور ولان ما عندك سياره مثل سياراتنا الاسطوريه. يلا انقلع يلا، بعد ما اريد اشوفك هنا يلا. والله العظيم حرام عليك يعني. يعني طيب خلاص عادي تخليني ادخل اشوف شنو موجود داخل المخبأ السري مالتك؟ والله العظيم ما اريد اشوفه. باحلامك باحلامك المعفنه يا فاشل. طيب قل لي ثواني، قل لي شنو موجود بيها. الله يعطيك العافيه ارجوك. شنو تريد تعرف يعني شنو موجود داخل السياره مالتي مثلا او المخبأ مالي؟ مو اريد اشوف شنو داخل المخبأ ارجوك يا اخي، بس مره واحده مره واحده ادخل. اوكي اوكي شوفوا شباب، بما انه امير سلو صاير فقير فاني راح اشوف شنو يفكر. انت بما انه انت فقير ومخبأك كله ديرت، شنو تتوقع داخل مخبأ سياره الدايمود الغني؟ والله العظيم متوقع اني راح الاقي دايموند وراح الاقي شغلات مره اسطوريه لا 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 راح اخذ الدايمود ثواني، راح اخذ الدايمود اللي موجود عندك حتى احول السياره مالتي من سياره ديرت الى سياره دايمود، فاهم؟ والله احلامك غبي، انا عندي شيء احسن من الدايمود. روح ولي روح، والله توقعت راح يعرف شنو عندي. روح ولي يلا. شنو عندك؟ اروح للسيارة مالتي. نذريت لو شنو عندك يا اخي. لا مالك شغل، انا اروح للمخبأ مالتي وروح انقلع. خلاص ما احتاجك ما احتاجك، راح اروح اصيح على هذا اللي عنده سيارة مال الاميرالد واشوف اخرتها. اي يا صاحب سيارة الاميرالد، اي 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 يا ساتر يا ساتر، منو منو منو؟ شنو هون؟ هاي افتح الباب يا اخي افتح الباب يا ورع يا صاحب. انا اجيت 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 يا ساتر، ما يخلون واحد ينام، حسبي الله ونعم الوكيل. منو بالباب؟ منو؟ ياني افتح لي الباب. هلا والله. اهلا 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 اهلا، منو انت؟ اهلا وسهلا، والله ياني الصراحه صاحب هاي السياره يا اخي. ممكن ادخل وياكم سياره اصدقاء يعني؟ وين السياره مالتك؟ اريد اتاكد. اي موجوده السياره او كذا. اي موجوده هنا، اي موجوده هنا. اي تعال يا كذاب يا مخادع، هاي سيارة اوجل الاسطورة، ليش تكذب ها؟ اطلع برا يلا. لا 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 تطردني لا تطردني. اوه شوف حتى انت عندك مخبأ سري. اوه ماي والله نفسي ينزل بالماي، ارجوك ارجوك خليني ادخل. والله انت مسكين ما عندك مخبأ مثل مالتي. عندي عندي مخبأ، عندي مخبأ. وينه؟ عندي بالسيارة مالتي والله عندي مخبأ واسطوري همينة، ولكن انت احسن. اريد اتاكد اريد اتاكد انه انت فعلا عندك مخبأ. هاي لا تباوع، ممنوع ممنوع. شنو حتى ممنوع. حتى اشوف ممنوع؟ ليش يا اخي شنو سويت لكم؟ طبعا ممنوع يا اخي. شنو هاي المدينة فقير. شنو هاي المدينة الخايسة؟ كل واحد امشي له يطردني، كل واحد امشي له يطردني يا اخي. طبعا هاي المدينة هاي اغنى واحد، هاي اغنى واحد يحكم المدينه وافقر واحد يشتغل خادم عندنا، سمعت يا فاشل؟ هاي احترم نفسك شباب وبنات، شفتون هذا الكلام اللي جاي يحكي؟ والله العظيم ورطه. هاي شنو يعني انا خادم؟ انا مو خادم، احترم نفسك ترى والله. اسكت اسكت امير الفاشل، يلا يلا شنو هذا؟ اسكنك الجبان وما ادري شنو، الظاهر انت ما عندك سياره مثل مالتي. لا موجود، اروح المخبأ السري احسن لي يا عيال. اوكي يلا والله يلا ما شاء. لا تبوع. اوكي خلاص لا تبوع. بس لا تقول لي انت راح تنزل بالماي على طول، راح تنزل بالماي والله والله. شنو انزل بالماي؟ لا 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 لا، هاي الحركات مال من وباني، عندي شغله احسن، هذا المخبأ مال الاميرالد. امشي وياي تعال اشوفك شغله بعمرك ما شايفه. امشي يلا شوفني شنو شنو شنو. والله العظيم راح تندم. اطلع اطلع اطلع. اوكي ها يلا انقلع يلا يا ورع يا نوب يا غبي، ليش كذا سدت علي؟ لا يا شباب احسن والله العظيم ورطه هاي، كل الاشخاص جاي يطردوني، جت لي فكره مره اسطوريه والله العظيم راح ادخل لنا هسه. اي لا تباوع، لا شباب راح يسرق فكرتي، راح يسرق فكرتي شباب وبنات. جبان جبان اسكت. انا هسه تعرفون ايش راح اسوي شباب؟ راح اروح ادخل الى هذه، انا مو عندي هسه حفره، تشوفون هاي الحفره مالتي المخبأ مالتي سري، راح اجيب لي هاي البيكاكس مالتي راح ابقى اكسر لين ما ادخل بهذا. اي هاي لا تسمعني، روح انقلع 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 يا سارق الافكار، انقلع يا سارق الافكار يا خبيث، روح انقلع. اطلع اطلع يا جبان، حسبي الله ونعم الوكيل. شباب شوفوا يردون يريد يسرق الخطه مالتي، خلاص راح انفذها اول ما تصير الدنيا ليل. اوكي اوكي واخيرا اجوا المتابعين، اقصد اجى القمر واجت الدنيا ليل، وهسه شباب راح انفذ الخطه. اوكي ان شاء الله يكون ذاك نايم بالسياره مالته، انا هسه ايش راح اسوي؟ راح انزل لجوه والحمد لله والشكر على كل حال، عندي بكاكس ان شاء الله راح ابدي احفر وان شاء الله راح اوصل. انا من يا اتجاه والله حتى نسيت يمين لو يسار،
يا الله والله ما انتبهت تبي اتجاه لازم اكسر احفر على اليمين او يسار او شمال او ما ادري الصراحه خلي ارجع واتاكد اوكي خلاص قربنا نوصل يا اتجاه شنو هاي اي من هذا الاتجاه يعني على اليسار اوكي خلي ننزل هنا نكسر كل اللي قدام اوكي فخلي ننزل لجوا والله شباب لو كان عندي مثل ذاك الاميرالد ماي كنت ما ابقى انزل واصعد بالسلم كل كذا يعني عسري انزل بالماي وهذا هو اوكي فخلاص شباب راح ننفذ الخطه ونقول بسم الله نكسر يلا اوه هذا جدار مالتي عيال طلع يمي بصفنا هلا والله بالعيال شباب اوه ماي جاد جت لي فكره مره اسطوريه يلا اكسر شباب خلي اكسر شنو هاي هذا خشب لو شنو اي اوه يا عفو الله دخلنا للمكان السري اوه ايوه انحرقت اوه ماي جاد يا عيال شنو هذا شكله رهيب اوكي شباب راح ابدي هذا المخبأ مالتي مال الفقره اوكي او دايموند فلوس اوكي شباب اول شيء لازم اسويه انه اني اسوي لي مخبأ سري ثاني اكيد شباب لازم انه اني اخبأ بكل الصناديق اللي راح اسرقها لان هذا كله راح اسرقه شباب او لا راح يقفطني شباب جت لي فكره مره اسطوريه ايش عنده بالصناديق اوه شنو جولدن ابل اللي عنده خلاص ما اريد لا جولدن ابل ولا بطيخ تعرفون شو اريد اني شباب اجت لي فكره مره اسطوريه شفتونه هذا كله هذا راح اكسر على البلوكات حتى اغير السياره مالتي من هذا من شو اسمه من ديرت الى دايموند اوكي راح اكسر لي هذا الجدار وما عليك ان هذني اللوحات بعدين راح ارجعهن اوكي هو اصلا ما راح يبين انه اني سرقته اوكي خلي اكمل اكسر يحتاج تقريبا فد 20 بلوك الدايموند شباب فمن احصل لي 20 بلوك الدايموند راح اقدر احول السياره مالتي من ديرت الى دايموند اوكي حتى بعد ما اصير خادم عندهم شنو خادم انا مو خادم اوكي فهاي 20 حبه اعتقد راح تكفينا وزايده بعد اوكي فخلص هذا كله راح انترس ديرت شباب حتى نبقى وبعدين نرجع هذني اللوحات اوكي نبدا نرجع شفتون شلون شباب لا 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 لازم ارجع شلون ما كانت لا شباب ورطه هاي هم شوفوا شلون صغيره والله ما ادري يلا عادي ماكو مشكله خلي نكمل نجيب لنا الدير ونبقى نسوي بعض التعديلات والترقيعات اوكي فنعدل اوكي ان شاء الله ما راح يكفطنا يا عيال حصلنا 20 بلوك الدايموند ان شاء الله هذا اللي اسمه اوغ هذا مو ادري وين راح شباب ما ادري وين راح بالليل يا اخي والله غريبه اوكي عدل باقي بس بلوكتين يا الله والله ان شاء الله اذا ما يكفطنا شباب اذا قفطنا والله ورطه مستحيل يكفطنا شي يكفطنا شباب اصلا هو اللوحات ما راح تجي على باله انه احنا اللي سويناه اوكي ف هاي وين راحت وراحت لوحة كبيرة اوكي دقيقة اذا نسوي هيك ونسوينا مثلا هيك لا ما اي والله صارت اي هذا المطلوب شباب نبقى نحدد بالبلوكات حلو نحدد بالبلوكات حتى ما تجي كبيرة يعني فقط نريد احنا نخفي فقط الديرت شباب اوكي فقط نريد نلغي الديرت بهاي الطريقة لغينا الديرت شباب ولكن انا شو راح اطلع حبيبي اوه هاي تعتبر ورطة شباب شلون راح نطلع رسميا ما اعرف اي انحرقت اوكي اجت لي فكره اسطوريه شباب حتى نطلع بيها نكسر لنا من هذا الاتجاه اوكي بعدين نرجعها ماكو مشكله اوكي نحط لنا بهاي الطريقه دير اي صارت ليتس جو الله انحرقنا اوكي هسه نرجع الدايموند بهاي الطريقه وبالتالي خلاص شباب احنا ما حد شاف انه احنا سرقنا شباب اوكي حلوين ولكن بهاي شنو شلون راح نقدر نشيله هذه اوكي اسحب عليه عادي ماكو مشكله يلا هسه الدنيا ليل لو صبح والله ما ادري خلي ننام اي نمنا ليتس جو هسه اول ما يصير الدنيا صبح شباب راح اروح اغير سيارتي من ديرت الى دايموند ليتس جو عندي موجوده كرافتنج تيبل شباب خلي اسوي لي شافل لان اريد احول لي شو اسمه اريد اكسر لي الديرت بالشافل يا اخي دقيقه جت لي فكره اسطوريه شباب خلي انكسرنا هذا الديرت اللي مناني ليش شباب هسه اقول لكم ليش حتى ما مبين انه احنا اللي سرقنا اوكي فهذا كله راح انترس هاي ليش انا كسرتها والله ما ادري ليش هذا كله لازم نسده حتى ما حتى اذا دخل لي او جالي ذاك اللي اسمه اوغ اللي عنده سياره مال الدايموند ما يعرف انه اني اللي سرقت اوكي فاوكي صارت الدنيا صبح هسه خلي اصعد اول مره اوكي واخيرا وصلنا شباب والله الطريق مره كبير يا عفو الله اوكي قول مع السلامه للديرت مع السلامه كله يطير شباب اليوم خلاص بعد ما راح اصير اشتغل عند هذول الاغنياء اني همين صرت غني شباب ليتس جو
اوكي هذا كله نحوله الى دايموند فايتر. او لا لا اي سرطه بالغلط حرام حرام. لا لا تطيح بس لا تطيح بس لا تطيح. اوكي هاي خلي هذا كله نترسد دايموند بهاي الطريقه. خلاص شباب صرنا اغنياء. رجعت المكانه مالتنا والهيبه مالتني بين هذني الاشخاص اللي عندهن واحد عنده سياره ايميرالد عملاق وواحد ثاني عنده شو اسمه دايموند. اني صارت عندي دايموند خلاص. او ماي جاد بقت لنا بلوكتين شباب شو نسوي بين بلوكتين؟ ادروع دايموند. اي هاي الافكار المعدله شباب. بعدين ان شاء الله راح اسوي بيه البلوك الدايموند خلاص. هسه والله ما ادري وين راح هذا شباب. خلي اروح اقول لهذا اللي عنده شو اسمه بيت من الاميرالد اصيح له هاي يا صاحب بيت الاميرالد يا صاحب سياره بيت الاميرالد ما ادري حفره ما ادري مخبى اطلع اطلع برا اطلع برا ورع يا اخي اطلع يا اخي. شنو راح ابقى ساعتين انتظر قدام الباب؟ منو منو في الباب منو يا ولد؟ افتح 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 هاي هاي منو؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. بس شو اسمك انت؟ شو اسمك خالي بس قل لي. انا اسمي الحاج جعفوري. يا جعفر بس قل لي جعفر وين هذا صديقك اوجا؟ بس قل لي وينه؟ ما موجود. اوجا لحظه شنو تريد من عنده؟ هذا المكان مال اغنياء، انت واحد فقير. ايكم بالاخير. بس قل لي بس قل لي اوجا وين؟ لان دقيت عليه وصيحت له ما موجود يا اخي. ثواني ثواني اصبر لي هنا اصبر لي. اوكي ليش تدعي لي باب؟ اوجا ها اوجا يا اوجا ها شو تريد صديقي؟ اكو واحد اجالك بالباب اسمه امير تعرفه؟ اوه يا ويلي هذا طردك الا اني ما موجود. اوكي اوكي يا صديقي. طلع اوجا يمك شنو اوكي شنو يسوي شنو يسوي عندك اوجا شنو يسوي؟ يا غبي يقول اوجا ما موجود يعني اوجا ما موجود هنا. يلا انقلع يلا. اوكي طيب تعال 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 انتم تقولون هسه انه هذا المكان مال اغنياء. طيب انا هم انا صرت غني. والله انت مسكين. اسمعني اني واوجا عدنا وجبه عشاء نريد نتناول الطعام جوعانين وباسرع وقت. اذا عندك شيء مهم قوله، اذا مو مهم انقلع من هذا. طيب تعال معي تعال معي تعال معي تشوف هسه السياره مالتي شلون صارت. تعال معي من هنا من هنا من هنا. زي قال لي شوف 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 شوف, شوف. يا ويلي من وين جبت الدايموند يا ورع يا نو؟ اني اشتغلت على حالي وتعبت وصار عندي هواي فلوس. شوف الدايموند اللي صار عندي هواي صرت غني يعني. ايه يا ساتر شباب لا يكون سرق المكان السري مال اوغا. لا شنو لحظة شنو شنو ما سرقتني ما سرقتني ايش فيك؟ لحظة لحظة لا 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 تعال 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 ايش تحذر؟ لا 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 تعال 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 تقول لي تقول لي خلاص اعطيك دايموند اعطيك دايموند شكو شكو اعطيك دايموند اعطيك دايموند اعطيك فلوس. تعال تعال اخذ اخذ تنطيني دايموند؟ اي دايموند لا تقله بس لا تقله بس لا تقله يا صديقي شكو شكو. ماكو شيء ماكو شيء انا راح اطرد هذا الفقير. اوكي اوكي يا ساتر شكو ايش صاير؟ بس ارجوك يا ساتر شو تريد؟ ارجوك لا تقول اوجا انه خلاص. يلا مع السلامة يلا مع السلامة باي باي يلا مع السلامة خلاص راح اروح. روح انقلع روح روح يا صديقي شكو ايش صاير؟ ماكو شيء ماكو شيء. لا 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 انا راح اطلع بنفسي واتاكد. اوكي لا تقول لا تقول ارجوك ارجوك يا جعفر لا تقول لا شباب تورطنا. او ماي جاد شباب بس شلون ورطه هاي؟ يا ساتر يا ساتر شكو شكو. يلا خلي اصعد هذا الدرج الاسطوري. اي وصلت واخيرا وصلت. من هنا شنو هذا الصوت؟ اوجا نعم تعال 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 اريد اخبرك بشيء مره اسطوري. تعال تعال اني حذرني صديقي جعفوري يقول انه انت كذاب ونصاب. تعال يا اخي تعال شوف تعال يا اخي تعال شوف تعال تعال معي شوف اجيت شنو تريد من عندي؟ ترى سياره دايموند صارت عندي. تعال نظفت سيارتي ما شاء الله شكرا على تنظيف السياره. لا لا مو انا نظفتها قبل شويه مطرت الدنيا فصارت نظيفه. شوف ترى شنو السياره؟ او دايموند وين جبت الدايموند؟ اشتغلت لحالي وش اسمه اشتغلت وحصلت هواي دايموند صرت مره غني يا اخي. ايه يا اخي والله العظيم لو تشتري رقاصه ما راح اجيب هذا الدايموند كله. لا شنو شنو اجيبه انا شوف بس ذاك جعفر لا تصدق يقول اني سرقتك وما ادري شنو. انا مستحيل اسرقك حبيبي. اني جعفوري قال لي يا اوغا روح اتاكد من المكان مالتك السري. طيب انا اريدك تجي وياي امشي خلاص خليني اتاكد. انا مستحيل يا اخي انا ما اسرقك يا اخي ايش بيك انت؟ أني ما اثق بيك. امشي 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 يلا يلا جاي تعال خليني اشوفك السياره مالتي شلون تشتغل. شوف 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 واو والله اسطوريه والله رهيبه. هذا الانذار هاي انا اتحكم بهاي والله حلو. انا والله هاي الشغلات يمين بالله ما عندي انا فقط قزاز وايرون بارس. سياره مال فقره ممنوع تدخل ممنوع. لا لا ادخل ادخل اجي لان انت جاي تتهموني باطل يا اخي. خلي نروح ويا بعض ونشوف. اوكي
اني ما اتهمك باطل، انت يمكن سرقتني، راح اتاكد بنفسي. يلا وصلنا يا عيال. انا مستحيل اسرق حبيبي، يعني ما اسرق انا شبيه. اوكي ابقى انا مشفت على الدرج، لا تدخل، لا تمس الارضيه مالتي هاي النظيفه. لا عادي، انا صرت دايمو داي، احترم نفسك، انا صرت غني. اي ما سرقت شيء. سارق شنو؟ لا وين اغراضي؟ مو انا اللي سرقت والله، لا موجودات، مو انا اللي سرقته. لا هاي هنا الصناديق البقيه اني حاط بين هاي الادوات، بس هذا الصندوق اللي هنا اني حطيت بين كثير دايمود، وينه؟ والله ما سرقته، والله ما جيت لهنا انا، ما دخلت اصلا. ثواني يمكن بالمقبره. لا تعال اطلع، تعال تعال لا 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 تعال يا اخي خلص. هاي اكو واحد يصيح لنا شرطه 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 شرطه. اوه لا شرطه، ليش ما تدق؟ هاي شنو ثواني خلي ادخل، وين يودينا هذا الديرت؟ اوكي خلي اتاكد، وين يودينا هذا الديرت يا عيال؟ امير انت اللي سرقتني. اوكي خلص هاي فلوسك، بعد ما اريد اخذن هذا. والله انا اسف العظيم، راح تندم. وين اغراضي؟ وين الدايمود مالتي؟ انا ما سرقت الدايمود يا اخي، انا يعني فقط اخذت هاي البلوكات، حسبالي انه انت ما راح تدري، ولكن انت دريت. هاي رجع لي البوق مالتي، رجع لي اياه، رجع لي. ما رجع لك اياه، هذا البوق راح اخذه واعطيه للشرطه، وراح اكلم الشرطه واقول لهم امير سرقني. والله العظيم راح تتعاقب يا فاشل. والله العظيم ما توقعت انه انت ذكي لهاي الدرجه ورحت تفطني. لا شباب امشي بفضني. امشي امشي، اريدك ترجع لي الدايمود اللي اخذته من عندي كله، واذا ما ترجعه قسما بالله راح تدخل اليوم السجن، وراح يكون العشاء مالتك فاصوليا. لا ما راح ارجع لك اياه، لا شنو ما ترجع لي اياه؟ رجع لي الدايمود مالتي باسرع وقت. ما رجع لك اياه، خلاص راح ارجع لك الدايمود مالتك، ولكن فقط اريد ادخل للمخبأ السري مال هذا صديقك جعفر. اوكي انا مالي علاقه بيه. طيب ثواني، انت شلون عرفت انه انا عندي مخبأ ودخلت له؟ ايه لان احنا هذني ثلاث سيارات، كل سياره بها مخبأ يا اخي. ايه اوه طيب اقول لك احتاجك بشغله، بس يعني اتمنى ما تفضحني. اوكي خلاص ما فضحك شنو ادخل 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 هنا، ومالك شغل. اغلق الباب يلا. عندك بلوكات تغلق النافذه؟ موجود. اوكي كفو، اسمعني. تعال اجلس هنا على هذا الكرسي وخلي اتكلم وياك. اوكي اسمعني. يلا اتكلم. انا بصراحة مثل ما تعرف عندي سيارة الدايمود الغنية، وهذا جاري الغني الاسطورة عنده سيارة الاميرالد، وانا يعني تعرف الاميرالد احسن من الدايمود واغلى. اكيد قررت يعني بصراحة يعني ما اعرف اذا راح تساعدني او لا. اكيد انا اساعدك خالي، بس قل لي انت شنو تريد بالضبط؟ تريد سرقة خمط؟ شنو تريد يعني؟ اوه كفو انت ما شاء الله عليك محترف بالسرقة، الظاهر حرامي اصلي. اي اصلي محترف، اساعدك خالي. بس قل لي ايش قد من بلوكة ايميرالد اجيب لك اياه؟ والله العظيم شنو ايش قد؟ اريدك اني وياك نروح بالليل نسوي خطة ونسرق المخبأ مال الايميرالد هذا مال السيارة، واني وياك بالنص بالاغراض، شنو رايك؟ هاي الافكار المعدلة. اوكي كفو يا كبير، كفو. يلا انت روح حاليا. اوكي خلينا نغلق قائمة اخرى هذا، انت حاليا روح للمخبأ مال السيارة مالتك كانما اني ما اعرفك، وبالليل تعالي حتى نسوي المهمة. تعرف شنو تقول له هذا شو اسمه جعفر؟ قل له شنو رايك، او عوف عندي السالفة، قل له اطلع انت وياه سفرة، او روح انت وياه يعني سووا تجوله او جوله بسيطه وبالليل يعني، واني اروح استغل الفرصه واسرق. اوكي الحين اروح اكلمه اقول له بالليل نطلع السفره انا وياك، وراح اغدره وما اروح معاه. اوكي لا انت روح معاه اذا تريد، واني خلاص خلي كل الشغل عندي. اوكي طيب تعال راقبني شو راح اتكلم وياه. راقبني. اوكي روح اوكي يلا روح. لا تدخل لا يشك فيني. هيا اوغا انت دخلت؟ اي صديقي انا دخلت. يلا يا اوغا وين كنت؟ صديقي راح نسوي سفره سفوري. ويلي على السفره سفوري، الا سفره سفوري. يلا اجيت لك الي اجيت. اوكي شباب انا هسه خلي انتظر لين ما يطلعون هذول جعفر واوغا يروحون يسوون سفره، واني استغل الموقف واروح اسرق هاي السياره الاسطوريه مال الاميرالد. لسك راح اصير غني اكثر من اوغا يا اخي، والله فشي مره اسطوري يا عيال. اوكي واخيرا اوغا وجعفر راحوا، لان هسه صارت الدنيا ليل، فالمفروض شباب المفروض المكان هسه او لا مقفلين الباب. كمان لازم اكسر. اوكي خلاص راح اكسر الباب شباب، راح اكسر هذا المكان مال الاميرات. خلاص اوكي الحين اقدر ادخل. اوه ليتس جو، نسوا هذا مفتوح شباب، فشي مره حلو. اوكي خلي انزل بالماي. يا عفو الله، ايش موجود هنا انا شباب؟ او ماي جاد، المخبأ السري مال هاي السياره الاميرات اكبر بمليار مره من مخبأ السياره مال الدايمود، يمين بالله.
واو شباب يلا بسم الله الرحمن الرحيم راح نفتح الصندوق، ولكن قبل ان نفتحه ونسرقه لازم هسه تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات، ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا عفو الله، اوه يا عيال شنو هاي الكمية مال بلوكات الدايم الاميرالد اللي موجودة، جولدن اب المطورة، ول 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 شباب الانفنتوري قبط يمين بالله، يا ساتر شنو الاغراض، دروع نذر رايت خلي ياخذها، ليتس جو، او ماي جاد، اكس نذر رايت بلوكات اميرالد بالهبل، ول 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 جت لي فكرة اسطورية شباب، راح اكسر له هذا كله، اول ما يجي من راح يلاقي ولا شيء شباب، اوكي لان بعد فترة كل هاي الشغلات راح تختفي شباب، اوكي 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 ليتس جو، اهم شيء انه انا او راس مال تنين شباب لازم ناخذه، لازم ناخذ راس مال تنين بهي طريقة، لازم اخذ لي راس مال تنين جدا نادر، اوكي ايوه راس تنين، اوكي بهي الطريقة صار عندي واو 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 راس مال تنين، ليتس جو، كمل كمل اكسر 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 هذا كله، خلاص افلت 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 خلاص، اظني البلوكات مال الاميرالد بالنص اني صديقي اوكي يلا ليتس جو. Oh.